ماذا عن مناقشة القضايا السياسية والأمنية؟ هل تم التطرق إليها في هذا الاجتماع؟ السياسية، الجانب السياسي في المباحثات، التأثير الإيراني حاضر في كل أي مفاوضات بهذا الشأن. الخليجيين يعني أعتقد هم يعلمون أنه لا يستطيعون التأثير على العراق كما هو التأثير الإيراني. الإيرانيين لن يسمحوا لأحد أنه يترك الحضن الإيراني ثم الذهاب إلى الحضن الخليجي أو الحضن العربي، لن يسمحوا. الأمني هناك مشكلة في الجانب العراقي، هناك ميليشيات عراقية موالية لإيران تطلق العبارات التهديدية وخصوصا للمملكة العربية السعودية، خصوصا لأنه العراق محاذي إلها، ومن جانب عقائدي يرون أنه السعودية تمثل يعني الفكر الوهابي إلى آخره، فهناك مشكلة. والعراق أعتقد يعني هو يعرف المخاوف السعودية، لكن إلى الآن قوات الجيش أو قوات الحدود هي من تمسك الشريط الحدودي، وإن كان هناك تنظيمات وفصائل مسلحة شيعية ليست بعيدة وعلى مقربة من الحدود العراقية السعودية، ما يشكل قلق لدى الجانب السعودي في هذا الجانب. نعم أستاذ علي، هل هناك أي جهود مبذولة من قبل دول خليجية فيما يخص مكافحة المخدرات والفساد والاستقرار السياسي في العراق؟ أعتقد الدول الخليجية يعني هي صاحبة المشكلة، لأنه المخدرات لا تنتج في العراق، العراق ممر، أصلا العراق ممر. المخدرات اللي تأتي إلى الخليج وخصوصا السعودية والكويت هي المستهدفة أكثر شيء، تمر تأتينا من لبنان، من منطقة الإبقاع حيث يسيطر حزب الله على المنطقة، هذه أحد المصادر اللي تأتي منها المخدرات، ثم من إيران اللي هي أصلا هناك يعني مخدرات تأتي من أفغانستان إلى إيران مرورا بالعراق وذهابا إلى الأسواق الخليجية. لكن ظهرت مشكلة، وهذه ظهرت يعني ليس بالفترة البعيدة، يعني من حوالي 4-5 سنوات، أنه العراق صار أيضا سوق للمخدرات. الآن نسبة المتعاطين للمخدرات في العراق بعد أن كانت لحد 2003 يعني لا يوجد شيء اسمه مخدرات في العراق. العراق لا يوجد أحد يتناول مخدرات في العراق. ممكن يعني يتناولون الحبوب، هذه الحبوب أو المشروبات الكحولية، لكن كمخدرات العراق منذ حوالي 4-5 سنوات دخل على الخط. الآن السوق العراقية يعني ممكن نقول الشباب العراقي أكثر من 50% يتعاطى مخدرات. نعم. ما تفضلت به يأتي عن طريق الحدود، كيف يتم التعامل مع مشكلة الحدود في الدول المجاورة وغيرها في العراق؟ الحدود يعني احنا عندنا حدود مع إيران طولها 1180 كيلومتر، لا يمكن لأي قوة سواء كانت عراقية أو إيرانية ضبط الحدود، والتهريب شغال 24 ساعة من كل الطرق وبكل الوسائل، سواء بالطائرات أو بالطريق البري أو عن طريق التهريب، في كل الطرق تأتي المخدرات من مسافة تقدر ب 1180 كيلومتر. مع سوريا أيضا هناك خط للتهريب طوله أكثر من 600 كيلومتر، هذاني منفذيا من عندهم يأتي المخدرات. من سوريا يأتينا الكبتاغون الحبوب، ومن إيران يأتينا الكريستال والحشيش. نعم. وهذا أمر الكل يعلمه، رغم أنه لو تتابع الأخبار العراقية تجد أنه خلال شهر ممكن أنه قوات الأمن العراقية تمسك تجار مخدرات ويعني يمسكون معهم 4-5 ملايين حبة كبتاغون، مع العلم أنه الكميات الممسوكة من المخدرات تقدر بحوالي 5-10%، يعني هناك حوالي 8 ملايين حبة دخلت إلى السوق. نعم. وهناك الكريستال والحشيش يباع في المدارس والجامعات وحتى السجون، وهذه مثلا أنا أتكلم عن أسرار، يعني هذا الأمر لو ذهبت لأي مسؤول عراقي لقال لك نفس الكلام، هذا أمر معروف. فالمخدرات أصبحت الآن مثل ما تباع قنان الماء، موجودة في كل مكان.
Thank you.